هذا واحد من الآباء يقول لي والدمعة تنزل من عينه وهو متحسر، يقول أنا قصرت مع عيالي وما استمتعت بالأبوة ومشاعر الأبوة. يقول أنا استمتعت بالإنجاز، بالتجارة، بالعمل، استمتعت في الصداقة، استمتعت بعلاقتي الزوجية، استمتعت بعلاقتي مع أمي وأبوي، لكن إني أنا أعيش الأبوة وأستمتع إني أنا أضحك مع عيالي، ألعب مع عيالي، أطلع مع عيالي، ألمس عيالي، يقول ما استمتعت، كنت مشغول 24 ساعة عنهم وكنت تاركهم لأمهم. يقول حينما كبرت حسيت إني أنا من الداخل عندي فراغ في مشاعر الأبوة. الشيء الثاني يقول أنا بصارحك وبقول يعني أنا عمري ما رضيت أحد ينافسني، وكنت أحاسب على الربع دينار ولا 100 فلس إذا أحد غلبني ولا أخذها مني، بس عندي مشاعر إن كل حلالي، كل فلوسي لو ياخذونها عيالي بعد وفاتي أنا مستانس وراضي. فيقول الشعور هذا غريب، مع إني أنا يقول ما أقبل أحد يغشني ولا يقص علي ولا ياخذ مني دينار. شلون رب العالمين جعل فيني مشاعر إن لو أملك فلوس الدنيا كلها وتوفيت كل رضا إن عيالي ياخذون هذا الحلال؟ يقول هذه مشاعر غريبة، ولذلك أنا ندمان إني أنا ما أعطيت من وقتي حق عيالي أثناء طفولتهم، وهذه المشاعر اللي أنا أعيشها فعلا هي مشاعر الأبوة. فيقول الأبوة نعمة، وكثير من الآباء محروم من هذه النعمة، بس يقول أنا العتب على مجتمعي، على أهلي، على تعليمي، على دراستي. يعني احنا في المدارس نعلم البنت شلون تصير ام، شلون تصير زوجه، لكن ما نعلم الولد شلون يصير اب او شلون يصير زوج، وهذا خطا في المناهج وخطا في التعليم والتربيه. فيقول انا ضحيه هالمجتمع وضحيه هالتربيه وضحيه هالتعليم، ويقول اتمنى اني استدرك ما فات من التقصير اللي انا قاعد اعيشه. هذا اعترافات احد الاباء.